واحد بيقول رجاء من اجل محبة ربنا يسوع المسيح ان تصلي من اجلي لان معمول لي عمل اسود. يا رب اغلق الابواب كلها في وجهي، كل ما ادخل حاجة افشل فيها سواء عمل او امتحانات او اي شيء اخر، صلي من اجلي. ربنا يستر عليك. لكن انا شخصيا لا اؤمن بالعمل الاسود ولا العمل الابيض. يعني جايز يكون الباب مقفول لسبب اخر، جايز الامتحان ما نجحش الواحد فيه لسبب اخر، فما تحطش في مخك ان في عمل وصلي ان ربنا ينجيك. واحنا بنقول في صلاة الشكر كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الاشراف الى اخره نطلب ان ربنا يبعد. فيعني كلمة العمل الاسود دي دخلها في مؤامرة الناس الاشراف وربنا ينجيك.